هل حضراتكم زعلانين من محمد مجدي قفشه؟ الحقيقه جالي اسئله كثيره جدا تخص محمد مجدي قفشه، فخليني اوضح لحضراتكم بعض الامور وهي معلومات. خلي بال حضراتكم لما يبقى عندي معلومه بقول لحضرتك. المعلومه القادمه اللي انا او الكلام اللي هقوله القادم هي معلومات. معلومات يعني ايه معلومات؟ يعني حاجات انا جايبها من مصادرها. طيب حضرتك زعلان من محمد مجدي قفشه ليه؟ اولا محمد مجدي قفشه واحد من افضل اللاعبين رقميا وكل شيء خلال السنتين اللي فاتوا، وهو يعترف انه الان مش زي السنه اللي فاتت ولكن لظروف كثيرة. خلاص؟ لكن هل حد ممكن ينسى مش هتكلم على القضية ممكن، بس لأن القضية ممكن دي قصة لوحدها، ولكن هل حد يقدر ينسى اللي عمله مجدي قفشة خلال السنتين اللي فاتوا؟ محدش يقدر ينسى. طيب هل ده معناه إن في حد كبير على النادي الأهلي؟ أبدا. كابتن خطيب بطل، الله يرحمه صالح سليم بطل، مشي من النادي، أبو تريكة مشي من النادي، بركات مشي من النادي، وائل جمعة مشي من النادي. كباتن كبيرة جدا جدا وأسماء عظيمة في النادي الأهلي مشيت، ويظل دائما الأهلي بياخد بطولات. فخلينا ده متفقين عليه كلنا كأهلاوية وحافظينه، ولكن أنا هقول لحضراتكم معلومات جات لي من مصادرها. أولا المعلومة الأولى، بعد نهاية مباراة الأهلي وفيوتشر، مستر كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ توجه لمين؟ لعلي معلول، لكابتن علي معلول. قالوا له كده، سألوه بعد المباراة مباشرة، هو أنت ليه يا علي ما شطتش ضربة الجزاء؟ قال لهم أنا كنت تعبان جدا ومش قادر أشوط ركلة الجزاء. رقم اتنين ورقم تلاتة ما كانوش موجودين في الملعب. رقم اتنين ورقم تلاتة ما كانوش موجودين في الملعب. فاللي حصل انه محمد مجدي قفشة خد الكورة وسأل السولية قال له هتشوط، او السولية قال له تشوط ولا شوط انا؟ فمجدي قفشة قال له انا هشوط، وخد الكورة وحطها وشاط طلعت بره. ده ما حدث في موضوع محمد مجدي قفشة في مباراة فيوتشر. خلاص؟ عشان بس في ناس حابة تعرف الموضوع من مصدره، ده الموضوع من مصدره. طيب تاني أو تالت معلومة هقولها لحضرتك، إن محمد مجدي قفشة، محمد مجدي قفشة في مباراة اللي قبل فيوتشر على طول، كانت مباراة الاتحاد، عندما أحرز الهدف الرابع أو عمل الهدف الرابع لأكرم توفيق، كرة لعيبة بالعرض دخل الجون، محمد مجدي قفشة قال لي كده، جزمة جمهور النادي الأهلي على دماغي. خلي بال حضراتكم من الكلام، قال لي كده، قال لي أنا آسف على اللفظ لكن هو قال لي كده، قال لي يا كابتن إسلام جزمة أقل واحد على دماغي من فوق، لأن الناس دي هي اللي رفعتني لسابع سما. أنا زعلان عشان أنا ما بلعبش. أنا زعلان عشان أنا ما بلعبش. عمري ما زعل من جمهور الأهلي. أنا حبيت بس أوضح لحضراتكم بعض المعلومات الخاصة بهذا الأمر علشان تبقوا حضراتكم عارفين ولكم الحكم. لكم الحكم. مفيش حد يقدر يزعل من جمهور الأهلي، لأن جمهور الأهلي هو اللي بيحطك في سبع سما، وهو اللي بيخليك، وأنا قلت الكلام ده، هو اللي بيخليك إسلام الشاطر أو فلان الفلاني أو علان العلاني. الهدف الثالث ماشي. فاللي بقوله انه محدش يقدر، هو الجمهور حد يقدر يزعل بالجمهور؟ الجمهور يعمل اللي هو عايزه وينتقد، لان كمان انتقاد جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى انتقاد ايجابي، بيخليك عايز تبقى كويس. ف يا جماعه من فضل حضراتكم دي معلومات ولكم الحكم في النهايه على كل الكلام اللي انا بقوله.
او المعلومه اللي وصلتني وانا بقولها لحضراتكم. انا دوري ان انا انقل لحضرتك المعلومه اللي وصلتني، فانا نقلتها لحضرتك، وفي النهايه جمهور الاهلي له الحكم وانا متاكد. وخلي بال حضراتكم، انا في البيت الكبير، بلاش انا عشان بتزعل الناس، البيت الكبير احنا هذا البرنامج مش هنقطع في اللعيبه، ولكن اذا كان هناك اخطاء هقول ان في الخطا كذا، عندنا اخطاء، عندنا اضاعه فرص، اخطاء، عندنا اخطاء اخرى، عندنا اخطاء اخرى هنقولها وهنتكلم فيها، ولكن لن اهدم فريقي ابدا. ده انا وعد واخده على نفسي مع منظومه العمل في القناه وفي البيت الكبير، احنا خدنا هذا الوعد. عمرنا بالعكس، دايما هنتكلم عن نص الكوب المليء على الشكل الايجابي للفريق، وهفضل دايما في ظهر النادي الاهلي، في ظهر النادي الاهلي مش في ظهر لعيب، في ظهر النادي الاهلي. ايه اللي حصل؟ تعادلنا، كنا وحشين معاكم 100% في المباراه السابقه، كنا وحشين، وكان من المفترض ان الماتش ده يخلص 6-7، صح، لان نادي فيوتشر نادي محترم ولكن بيلعب ب10 لاعبين بعد الدقيقه 20، صح. البعض تصور، يا جماعه لسه بدري قوي، هل حضرتك متصور ان ممكن يتم التفريط في النقاط زي ما حصل قبل كده؟ هو قبل كده ما حصلش ان تم التفريط في النقاط، لكن خليني اقول لك، هل حضرتك متخيل ان احنا ممكن نسكت على مثل، أو مش انا ولا حضرتك، جمهور النادي الاهلي طبعا، ولكن انت عندك اداره كوره عارفه كل اللي بيحصل، عارفه كل حاجه من يومها لغايه النهارده. هو حضرتك فاكر ان الكابتن محمود كابتن خطيب في قطر مش شايف ايه اللي بيحصل؟ طول النهار تليفونات مع كل مجموعه العمل لترتيب ما هو قادم، لترتيب ما هو قادم. ايه اللي هيحصل انا ما اعرفش الحقيقه، ولكن 100% كابتن محمود شايف، اداره العمل او اداره الكوره في النادي الاهلي شايفه، فاكيد الاخطاء سيتم تصحيحها. ولكن ايه اللي حصل؟ 7 ماتشات كسبنا 6 وتعادلنا ماتش، ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي كالعاده. من يوم المباراه لغايه النهارده جمهور الاهلي العظيم واقف في ظهر فريقه، وهو ده اللي انا عايزه، وده اللي انا خدت بيه وعد مع نفسي ومع فريق العمل هنا، ان احنا كلنا هنفضل دايما في ظهر النادي الاهلي، لكن نقول الاخطاء بشكل ايجابي. يعني ايه اخطاء بشكل ايجابي؟ يعني بشكل كويس، نقولها بشكل كويس، لكن هذا الفريق يستحق كل الدعم، وهنفضل ندعم هذا الفريق، لان احنا بنلعب دوري وداخلين على بطولة افريقيا، وبعدها كاس عالم للانديه، بعدها ايه؟ كاس عالم للانديه، بعدها ايه تاني؟ كاس عالم للانديه. ف كاس عالم للانديه، وبعد كده هنرجع نلعب دوري وبطولة افريقيا، لازم نفضل كجمهور في ظهر لاعبتنا وفريقنا وكل حاجه. ودايما خدوا بال حضراتكم، اداره الكوره في النادي الاهلي واخده بالها من اللي بيحصل وشايفه الاخطاء وبيتم علاجها اول باول. فانا بس حبيت ان انا اشرح لحضراتكم موضوع محمد مجدي قفشه، واشرح وجهه نظرنا فيما هو قادم، الدعم المستمر لفريق الكره في النادي الاهلي، هو ده دورنا الفتره اللي جايه.